كما أكد إسماعيل أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المسؤولين في الرياضة العراقية بشكل عام. وثيقة ويا بغداد، مثل ما وضحت احنا الأندية مسؤولين عليه، فهاي النشاطات اللي نسويه طبعا الفرق المشاركة بالدور العراقي، يعني أكثرية الفرق طبعا بإقليم كردستان، فعندنا علاقات. وبالنسبة للاتحادات طبعا احنا عندنا بالإقليم كل محافظة اتحاد فرعي اللي هو تابع للمركز، فعندنا علاقات وثيقة بالنسبة للمشاركات همينة. طبعا من أحد الأعمال اللي احنا أنجزناه هو فتح مديرية رانيا اللي هو أحد المديريات التابعة للمديرية العامة للرياضة. وبالنسبة للقانون طبعا احنا لحد الآن ماشيين على قانون 18 سنة 86، ما عندنا قانون بديل، هذا القانون النافذ بالعراق كله. فقبل فترة اجى وفد من رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور اياد بنيان، وناقشنا مواضيع ضبط القانون الجديد ومناقشة المواد القانونية بالنسبة للقانون الموحد للرياضة. فكان اللقاء جيد وكان بيه تبادل أفكار وتثبيت مواد قانونية جديدة.